السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أحبتي؟ درسنا لليوم بمادة الرياضيات سهل وممتع للغاية، إنه درس أيام الأسبوع. كنت دائما أسألكم ما هو اليوم؟ ونكتب التاريخ أيضا، ولكن اليوم سوف نتعرف على أيام الأسبوع وطريقة كتابتها، وما هو قبل بيوم وما هو بعد بيوم. سوف نستخدم كلمة قبل، بعد، أمس وغدا. يوم، قبل، بعد، وأمس وغدا. جميع هذه الأيام نسميها أيام الأسبوع، أيام الأسبوع، أحسنتم. سوف نستمع إلى أنشودة أيام الأسبوع ومن ثم نبدأ بالأسئلة. لنقرأ أيام الأسبوع. الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، ما بعد الأربعاء يا أول؟ الخميس، أحسنتم. ومن بعد الخميس يأتي يوم الجمعة. يوم الجمعة هو اليوم الذي لا نذهب به إلى المدرسة ويكون إجازة للجميع. كنت دائما أسألكم ماذا تفعلون يوم الجمعة؟ بعض الإجابات: أزور بيت جدي، أذهب إلى الحديقة مع والدي، أذهب إلى التنزه. أحسنتم. يوم الجمعة هو يوم الراحة والدراسة أيضا أحبتي. لنكمل، والآن أي يوم يأتي بعد يوم السبت؟ أي يوم يأتي بعد يوم السبت؟ يوم الاثنين. لا، غلط. نختار إجابة أخرى. ما هو اليوم الذي يأتي بعد يوم السبت؟ أول أيام المدرسة. هو أول أيام المدرسة هو يوم الأحد. هو يوم الأحد، أحسنتم. أي يوم يأتي بعد يوم الأحد؟ الاثنين. بعد يوم الاثنين يأتي يوم الثلاثاء، وبعد يوم الثلاثاء يأتي يوم الأربعاء، أحسنتم. وبعد يوم الأربعاء آخر يوم بالمدرسة هو يوم الخميس، أحسنتم. بعد الخميس يوم الجمعة، وبعد الجمعة